لما تسود الدنيا وتشتد الصعاب ناس بتطلع على مساحات نور، وبلبنان بنطلع على أكثر من مطرح، بس في مطرح عزيز كثير على قلوب اللبنانيين اتجاه خلينا نقول مش بس نظرنا، قلبنا بيروح على عناية عند قديسنا الكبير شربل. مشان هيك ب 25 الشهر في موعد لمسيرة صلاة ومسيرة خلينا نقول هيك لجوء لهالقديس اللي ربنا يسوع المسيح أعطاه شفاعة كريمة ومهمة تيكون حدنا بهالأيام الصعبة من زمان وجاية. أهلا وسهلا بالزميلين العزيزين لارا نون وريكاردو شديق، أهلا وسهلا فيكم. شكرا لك. ميرسي. ردات الفعل كتير حلوة على المسيرة، ونحن على فارق يعني يومين منا. قبل ما نحكي عن آخر التحضيرات والمستجدات، بدنا نحكي عن الفكرة، كيف خلقت الفكرة لارا؟ إلي الفكرة كتير كانت عفوية، خلقت عبر نص أنا كتبته نهار عيد مار شربل. مبلش النص بجملة: طريق عنية ما بدها بنزين. هيدا النص بيشبه واقعنا، وعم قول هالطريق بنطلع عليها حافين، بنطلع عليها تعبانين، موجوعين، حاملين أمراض، ودايما بنرجع حاملين نعم. فالنص كتبته وانتشر، بدي أقول لي مدام عبرك، عن جد بدي أقولها لأول مرة للمشاهدين. هالمدام دقت لإلي وأخذت رقمي، قالت لي عم نقرأ نص كتبتي وزوجي مار شربل عمل معه أعجوبة، حابب يسألك أي متى المسيرة؟ قلت لها أنا أي مسيرة؟ قالت لي كأنه في دعوة لمسيرة. قلت لها لا، أنا ما بعمل مسيرات. وبس سكرت الخط معها حسيت في شيء عم بعيط لي ويقول لي مسيرة. كتبت هيك كم سطر على الفيسبوك: دعوة لمسيرة وطنية جامعة من كل الأحزاب من كل الأديان، عن جد نحن نسعى لخلاص هالوطن بالإيمان، لأنه بغير وسائل ما قدرنا نعمل شيء. وبلشت ردود الفعل، بلشت العالم تتفاعل، الناس يلي بدها تتبرع أو بالبسيط أو بالمي أو بالتنظيم. ريكاردو زميلنا كان من أول الأشخاص اللي كمان آمن بهذا المشروع، قال لي لارا أنا حدك، وغيره كتير من الزملاء كمال كاسيني إليز، كلهم يعني أكيد طويل عريض آمنوا. والناس قدي كانت متعطشة لهيك مبادرة، لأنه عن جد إلي يعني حضرتك بالإعلام وبتعرف في خيبات أمل كتيرة عند الناس، في وجع كتير كبير، مقوقعين ببيوتهم. الشعب منه مخدر مثل ما عم نقرا ومثل ما عم نشوف. لبنان منه جهنم، نحن سما، عن جد نحن سما، وقديسينا اللي هن تحت تراب وفوق تراب وبالسما هن سما. خلونا نحن نضوي على هيدا السما، وهيك طلعت الفكره تبع المسيره يعني، وانطلقت وانتشرت وكبرت. بلشت من نص، صارت يعني بلشت على خلينا نقول على الورقه والقلم، مش هيك؟ مزبوط. وصارت على الحقيقه. ريكاردو، انت من الناس يلي تحمسوا لهالمشروع، ومثل ما قلت لارا تواصلت معها كرمال تشتغلوا سوا مع زملاء كتار، وكتار اكيد اندفعوا لهيدا الموضوع. شو الرساله من هالمسيره بهيدا الوقت بالذات؟ شو طالعين تعملوا فوق؟ يعني الي انت من اول الاشخاص اللي دعموا وامنوا بهالمسيره، ولو ما آمنت فيها ما كنا اليوم نحن عبرك عم نطلع على الناس وعم نخبر عنها. بالحقيقة أنه من أول ما خبرتني لارا عن الفكرة صار في حركة غير اعتيادية، الناس تفاعلت معنا بشكل ما بيتصوروا العقل. الناس صارت تتفاعل معنا من خارج لبنان قبل لبنان، صار في حركة نحن ما كنا نصدقها، لا على مستوى المساعدات، لا على مستوى التضامن، لا على مستوى كيف العالم تآزرت معنا وحطت إيدها معنا والكتف على الكتف. الرسالة الرئيسية اللي بدنا نوصلها ب 25 أيلول هي الرسالة اللي مار شربل بده يوصلها من خلالنا نحن، لأنه نحن وسيلة بالنتيجة، نحن مش غاية ولا عنا غاية معينة. مار شربل عنده غاية بلبنان، وعنده رسالة بلبنان، وعنده قضية بلبنان، لأنه هيدا وطنه. هو عم بيشفي كتير حول العالم، هو عم بيوقف ببيوت كتير حول العالم، بس نحن اختارنا والحمد لله ونشكر الله أنه اختارنا جنود لإله بكل مؤسسة عم نشتغل فيها، وخاصة باللجنة التنظيمية. عم نوجه تحية لإليز من بعد لارا أكيد، لإليز، لكمال، لجوزيف، لماتر بول، للكل من دون ما ننسى حدا، لأنه الرسالة السامية اللي أخدوها على عاتقهم هيدي بتصور رح تبقى مكافأة لكل حياتهم. رسالة وطنية، رسالة إيمانية، رسالة
بتحتم علينا اليوم انه نكون مدافعين عن هوية لبنان، الهوية اللي مار شربل ما بيقبل انه تتغير ولا نحن بنقبل انه تتغير، وبإذن الله ب 25 رح نثبت هيدا الشيء. ممتاز. نحن قبل ما نتابع الحديث معكم خلينا نشوف فيديو كتار يعني من الشخصيات المعروفة انضمت لهالحملة، خلينا نقول للتسويق للمسيرة، ورح نشوف يعني حدا منهم. تنشوف مين رح يطلع لنا بالفيديو. طريق عناية ما بدها بنزين، شاركونا السبت 25 أيلول بمسيرة صلاة وحب كرمال لبنان من مدينة جبال طلوع مشي صوب عناية لعند قديس لبنان. كونوا كتار ناطرينكم. بنسلم على وسام حنا يلي أكيد رح يكون كمان حاضر مع كل الناس. لارا، عمليا خلينا نعطي للناس يلي عم بتشوفنا هلأ كيف فيها تشارك، كيف فيها تطلع، وين بتتجمع، كيف ممكن نوصل. نهار السبت 25 أيلول الساعة 3 كلنا رح نتجمع بساحة بجبيل حد كنيسة حد مستشفى سيدة المعونات. هونيك رح نتجمع كلنا. بدي دوي لكل العالم يلي عم تتصل فينا وتاخد رقم الباصات وجاي عبرنا بباصاتنا، نحنا بدي أقول لهم باصاتنا مجانية. بدي ركز أنه مجانية، نحن أمنا مواصلات لكل لبنان بشكل مجاني تتكون واضحة، إذا حدا طلب مصاري نحن كل شيء مأمن عبرنا بفضل أهل الخير. البسيطة اللي أمنيها من كل لبنان هي مجانية. ولامبارح بالليل الأحصى بيقول أنه صار عنا حوالي 120 باص من كل لبنان جايين على المسيرة، عدا عن الناس يلي جاية بسياراتها. هالبسيط والسيارات والناس اللي جايين كمان من جبيل رح نلتقى بحد مستشفى سيدة المعونات. هونيك رح نستقبل العالم بالزفة، وبقولها ورح ضل أولى، الزفة تعودنا نشوفها صرنا سنتين أو ثلاث سنين مع تويبيت بيضة. نحن اليوم زفتنا زفة قيامة وزفة وطن مع أناشيد وطنية بحتة مع حمل أعلام لبنانية نحن رح نوزعها على الناس كمان بفضل أهالي الخير يلي تبرعوا، و 3000 صورة لمار شربل رح تتوزع كل المسيرة لنوصل على مار شربل. ننطلق بنرجع بمسيرة صلاة وإيمان، وأكيد رح يكون عنا صلاة الوردية كل الطريق مع محطات رح نوقف عليها تقريبا 8 محطات من جبيل لعنية منظمينهم كشاف الماروني. كل محطة العالم ترتاح بتشرب مي بتاكل تفاح، في ناس برعوا لنا بتفاح، ناس بعصير، ناس بسكوي، يعني اللي رح نشوفه هو كله نعم نازلة من السماء من ناس عن جد كتير طيبين، من ناس مش أغنية كتير بس أغنية بقلوبهم. الطريق رح نمشيها حوالي 15 كيلومتر، يعني بدها تقريبا 5 ساعات لنوصل على مار شربل عنية. بس توصل على الدير عنا قداس الساعة 9 بالليل، ذبيحة إلهية كمان بتشبهنا بتشبه وجعنا. الأخوان رح يكونوا معنا يلي رح يقدسولنا، ناس بيشبهوا فقرنا وبيشبهوا كل شيء نحن عايشينه. منقدس سوا، منصلي على نية لبنان، وبنرجع بعدين منأمن الناس يلي صافين بجبيل على سياراتهم، والناس يلي اجوا من مناطق بعيدة رح يرجعوا بالبسيط على مناطقهم اللي انطلقوا منها. عنا ناس جايين من عين قبل، ناس جايين من زحلة، ناس جايين من القبيات، من عكار، من كل لبنان. عن جد ظاهرة ما بتتصدق، في ناس ختيارية عم بدقولنا يقولولنا يا بنتي كنت نادرة اطلع مار شربل، ما إلي قلب أقول لابني وصلني ما في بنزين، انتو اليوم حققتوا لي حلمي. هالقد الموضوع بسيط، هالقد كبير بعين هالناس وبعين الله. وان شاء الله يا رب مثل ما اجوا سالمين يرجعوا سالمين. وبدي ضوي على شغله كمان الي، انه كل دول العالم تقريبا يلي فيها اقتراب لبناني جاليات لبنانيه رح تكون متضامنه معنا بهيدا النهار بالذات، مع اضاءه شموع، مع حمل اعلام لبنان، مع كمان اداديس رح تصير بساوث افريكا، بلاس فيغاس، باسبانيا، بمكسيكو، يعني بدول ارمينيا. امبارح كوني من ارمينيا رح يكونوا معنا، استراليا كانت اول شيء استراليا بيدروا قالوا لنا من سيدني رح نكون معكم بقديس مع رفع اعلام بساحه سيدني. فالعالم كله تحرك، لانه وقت عم بدق المغتربين ويقولوا لي بدنا نساعد عم يبكوا، ما بقى بدنا نشوف لبنان بصورة طوابير البنزين، هالختيار اللي مات ناطر دوره بالبنزين، ما بقى بدنا نشوف مشاكل عكيس حليب سوبر ماركت. عن جد هيدا لبنان، ونحنا بدنا ندعم تنشوف الصورة الحقيقية للبنان. وأكيد يعني ريكاردو كمان بخبر عن الناس يلي دقت حاجزة خصيصا لهيدا النهار تتيجي تشاركنا بالمسيرة. حلو، شو ريكاردو؟
ما بقدر اوصف لك قد الحجم اللي اخذته هالمناسبه. امبارح بيحكيني شخص من امريكا، هو وعائلته جايين حجزين 3 ايام مخصوص كرمال يشاركوا بالمسيره. من بعده بيحكيني شخص من اليونان بيقول لي ريكاردو بليز اعطيني تفاصيل، انا جايه وحده. اسره مرشرب من الاردن جايين وفد كثير كبير ومنتشكرهم وموجه لهم تحيه على الدعم الكبير اللي عم بيقدموه. يعني عم تتحول لانهار صلاة عالمي من اجل لبنان، وهيدا الشيء اللي ما كنا متصورينه. نحن كنا بدنا اياه نهار وطني وايماني، وبلمح البصر وبقوه الله وبقوه مرشربل تحول لنهار اكبر بكثير من نهار وطني وايماني، صار نهار بخص كل لبناني بانحاء العالم. بدي اضيف شغله اذا بتريد كمان. عم البرتغال حكيتني مدام قالت لي بي فاطمه رح نقدم بيت من المسبحه، ما بيأيدوا هن بيوت المسبحة. نعم. باللغة اللبنانية على نية لبنان بسيدة فاطمة بالبرتغال. يعني هالقد عن جد الموضوع انتشر، وهالقد في عطش من المغترب ومن الناس اللي حملوا الشنطة وفلوا زعلانين، ومن المقيمين ومن اللبنانيين في وجع حابين يترجموه بشعلة إيمان تضوي سراج هالوطن. نحن بدنا نحييكم ونحيي كل الناس اللي كمان معكم بهالنهار يلي هو صلى على نية، خلينا نقول شفاء لبنان من كل شيء موجع، وبالصلاة منزيح جبال على أمل أنه هالصلاة تكون مستجابة ونشوف هالواقع المر عم يتحول لواقع حلو بقدرة هالقديسين. أمين يا رب. شكرا كثير لكم، أهلا وسهلا فيكم وموفقين. نحن رح نتابع حلقتنا مع سانتي، خليكم معنا.